أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ وإياكم هذه السلسلة للخلفاء الراشدين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خير هذه الأمة بعد نبيها. ونبدأ بأولهم وأفضلهم، إنه الصديق، إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إنه الذي لقب بالعتيق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت عتيق الله من النار. إنه عبد الله بن عثمان، وهو قرشي تيمي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في الجد السادس، وهو مرة بن كعب، لقب بالصديق، فهو أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولد بعده بسنتين وبضعة شهور بعد عام الفيل، وقد كان نحيفا أبيض عليه نضارة رضي الله عنه وأرضاه. أبوه أسلم يوم الفتح، أما أمه فأسلمت مبكرة، وله أربع من الزوجات، وكان عنده من الأولاد ثلاث من الذكور وثلاث من الإناث. إنه أبو بكر الصديق، وما أدراك ما أبو بكر. كان قبل الإسلام لا يشرب خمرا ولا يعرف صنما. يقول عن نفسه رضي الله عنه لما سئل: لما لم تكن تشرب الخمر؟ قال: أصون عرضي وأحفظ مروءتي، لم يسجد لصنم قط. يوم من الأيام أخذه أبوه، أخذ أبا بكر وهو صغير، يقول: كنت قد ناهزت الحلم، يعني للتو بلغ. وكانوا يعودون صبيانهم منذ الصغر على السجود لهذه الأصنام، اللات وعزة ومناة، وهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. يقول: فأخذني أبي فذهب بي إلى الأصنام ثم تركني عندها. يقول: فنظرت إلى الأصنام، وكان أبو بكر قد ناهز الحلم. يقول: نظرت إلى الأصنام فقلت لها: إني جائع فأطعميني، إني عار فاكسيني، إني كذا وكذا. يقول: أسألها وهو يعلم أنها لا تجيب. يقول: فأخذت صخرة ثم ضربت به الصنم فخر لوجهه. إنه من أعلم الناس بالنسب في قريش؟ إذا اختلفت قريش بالأنساب رجعت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان يبحث عن الدين الحق قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلكم يعرف من زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الرجل الذي ظل على التوحيد ومات قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر يجلس ويستمع إليه، ولأمية بن أبي الصلت ولغيرهم، يستمع إليهم استكشف الحق منهم. يريد أن يبحث عن الدين، يريد أن يبحث عن دين يفر به من دين قريش، ويبحث به عن الدين الحق. رأى مرة من المرات رؤيا، وربما سافر أبو بكر يرتحل بين البلاد يبحث عن هذا الدين، فرأى بحيرة الراهب. أظنكم تعرفون من بحيرة، الذي أخبر أبا طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام. رأى أبو بكر بحيرة الراهب فقال له، يعني أبو بكر قص عليه رؤيا ورأى أن عنده علم وعنده فهم، فقص أبو بكر رضي الله عنه عليه على هذا الراهب رؤيا، فقال له بحيرة: من أين أنت؟ قال: أنا من مكة. قال: من أي من مكة؟ قال: من قريش. قال: من أي بطن من قريش؟ وأخذ يخبره ويخبره، ثم قال له: أي شيء أنت؟ قال: أنا تاجر. فأخذ يسأله بعض الأسئلة، ثم قال بحيرة لأبي بكر، قال: إن صدق الله رؤياك، إن صدق الله رؤياك، فإنه يبعث بنبي من قومك، سيبعث نبي من قومك يا أبا بكر. ثم قال بحيرة: سوف تكون وزيره في حياته وخليفته من بعد موته. ولم يقص أبو بكر هذه القصة على أحد إلا بعد خلافته. إنه أبو بكر رضي الله عنه لما سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لم يتردد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس سألني، كل الناس تأخر، كل الناس تردد، كل الناس توقف، إلا أبو بكر لم يتردد أبدا. والذي جاء
بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سر النبي بإسلام أبي بكر، يقول الراون: ما رأينا النبي مسرورا في تلك الأيام مثل سروره بإسلام أبي بكر. من أبو بكر؟ صاحب النبي قبل الإسلام، قبل البعثة وبعد البعثة، رفيق النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما دخل بالإسلام أسرع يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. ولسان حال أبي بكر يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياته كانت كلها لله عز وجل. ذهب وما رجع إلا معه الزبير ابن العوام رضي الله عنه، حواري النبي عليه الصلاة والسلام، شاهرا إسلامه عند النبي. ثم مضى أبو بكر فجاء بعثمان ابن عفان رضي الله عنه ذو النورين، ثم جاء بطلحة ابن عبيد الله، ثم جاء بسعد بن أبي وقاص، ثم جاء بعثمان بن مضعون، ثم جاء بأبي عبيد بن الجراح، ثم جاء بعبد الرحمن بن عوف. شوف انظر، جاء بالمبشرين بالجنة، كلهم ميزانهم في ميزان من؟ في ميزان أبي بكر الصديق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أبو بكر كان نصير النبي عليه الصلاة والسلام، وظهيره ومعينه ورفيقه وصاحبه. النبي عذب عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يعينه ويساعده، حتى قال: يا رسول الله إذن لي فلأظهر بين الناس. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول خطيب في الإسلام، أول خطيب في الصحابة إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الذي لقب بالصاحب ولقب بالعتيق ولقب بالصديق ولقب بالأتقى ولقب بالأواه. قام يخطب بين الناس، فقام عليه كفار قريش يضربونه ضربا موجعا، يضربه هذا ويضربه هذا، حتى قام عليه من؟ عتبة الخبيث، عتبة الفاسق، قام على أبي بكر رضي الله عنه، فسقط أبو بكر على الأرض، وقام عتبة يضربه على وجهه بالنعال، حتى جاء المشركون وتجمعوا يضربون أبا بكر، فظن الناس أن أبا بكر قد مات من كثرة الدماء التي على جسمه وعلى وجهه. فقامت بنو تيم تدفع الناس عن أبي بكر، قبيلة أبي بكر، ثم حملوه إلى بيته، حتى قالت قبيلة أبي بكر، قالت: والله لئن مات أبو بكر لنثأرن له ولنقتلن به عتبة. ولم يستيقظ أبو بكر، وظل عند أمه أم الخير طوال النهار وهو لم يستيقظ، ظنوه سيموت، لن يعيش بعد هذا، حتى فتح عينيه عند أمه، فوجد أمه عند رأسه تبكي، ولم تكن أسلمت في ذلك اليوم، وجد أمه تبكي، فقال لها أول ما قال، قالت له: يا بني كيف أنت؟ قال: كيف رسول الله؟ أخبريني ماذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: يا بني اشرب شيئا من شراب وكل شيئا من طعام يقوى جسمك. قال: لا والله لا آكل شيئا حتى تأتيني بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له، ولم تكن أسلمت: وما أدراني بمحمد، أنا ما أعرف عنه شيئا. قال: اذهبي إلى أم جميل، امرأة كتمت إيمانها، اذهبي إليها فسليها تأتيك بالخبر. وأبو بكر بين الحياة والموت، فذهبت إلى أم جميل، أم أبي بكر تسأل أم جميل، قالت: أخبريني عن محمد، فإن ابني أبا بكر يسأل عنه. قالت: لا أعرف محمدا ولا ابنك، كانت قد كتمت إيمانها. قالت: إذن تعالي معي إلى ابني. فجاءت أم جميل فوقفت عند رأس أبي بكر وأمه عنده، فقال لها أبو بكر: يا أم جميل، أخبريني عن رسول الله ماذا صنع. فقالت أم جميل: أمك عندنا. قال: لا عليك منها، أخبريني عن رسول الله ماذا حصل له. فقالت: هو بخير. فقالت أمه: الآن كل يا بني. قال: لا والله لا آكل حتى تحملاني إليه.
قالت: يا بني سوف تموت. قال: أحملاني إليه لن أكل شيئا ولن أشرب شيئا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملته أمه في آخر الليل مع أم جميل يتهادى بينهما حتى حمل إلى دار فيها النبي وبعض أصحابه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل أبو بكر انكب على النبي يقبله ويبكي، فقال النبي: كيف أنت يا أبا بكر؟ قال: أنا بخير يا رسول الله. كيف أنت؟ أنا بخير إلا ما صنع الفاسق في وجهي. كيف أنت يا رسول الله؟ كيف أنت يا رسول الله؟ والصحابة يبكون حول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو بكر: يا رسول الله، هذه أمي جاءت راغبة، انظر إلى أمي، أمي فيها خير، يا رسول الله ادعو الله لها. فرفع النبي يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل لأم أبي بكر، فما إن أنزل يديه إلا قالت أمه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مرت الأيام، تقول عائشة: حتى اغتسل في ليلة باردة فأصابته حمى رضي الله عنه، وظل في البيت 15 يوما لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد وهو مريض، وجاء الناس يزورونه وعمر يصلي بالناس، فقالوا له: يا أبا بكر، لم يأتي بالطبيب؟ قالوا: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: لما؟ قالوا: ينظر إليك، يرى ما بك. قال: الطبيب قد رآني. قالوا: خيرا إن شاء الله، ماذا قال الطبيب؟ قال: قال الطبيب: إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد. أبو بكر يشتاق للقاء الله عز وجل. نادى عائشة فقال: يا عائشة، انظري في مالي، يا بنية انظري في مالي منذ دخلت في الإمارة، فإذا زاد شيء من مالي من يوم أن دخلت في الإمارة فابعث به إلى عمر بعدي، إلى الخليفة بعدي. فجيء بالمال إلى عمر، فأخذ يبكي عمر ويقول: رحمك الله يا أبا بكر، والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. قال أبو بكر لابنته عائشة في آخر أيامه، قال: يا عائشة، يا عائشة، إنك أحب الناس إلي، ولا زال في قلبي شيء من الحائط الذي عندك. كان عندها حائط فقط، عائشة رضي الله عنها. قال: عندك حائط وفي قلبي شيء منه. قال: هل أرجعته إلى بيت المال أو تصدقت به للفقراء؟ ففعلت رضي الله عنها، وجلست في آخر يوم وأبو بكر يقرأ القرآن مستلقيا على فراشه، فبكت عائشة فقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: ماذا قلت يا عائشة؟ قالت: قلت هذا البيت. قال: قولي خيرا من هذا. قالت: ماذا أقول يا أبي؟ قال: قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال يا عائشة: أي يوم من هذا؟ قالت: الاثنين. قال: إني أرجو فيما بيني وبين الليل، أي أن أموت في مثل هذا اليوم كما مات النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، كان يتمنى أن يموت في نفس اليوم. ثم سأل: في أي شيء كفن النبي؟ قالت: في 3 أثواب. قال: افعلوا مثل ما فعلتم في النبي عليه الصلاة والسلام، وادفنوني عنده، عند قبره. وعائشة تدمع عيناها على أبيها، وأمر أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، وأن يدفن بجانب النبي، وأخذ يقرأ القرآن وعائشة عنده، ويقرأ القرآن وعائشة عنده، حتى وصل إلى قوله جل وعلا: توفني مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قبض الله عز وجل روح أبي بكر واستجاب الله دعاءه. إنه يوم الاثنين 22 من جماد الآخرة في 13 من الهجرة، توفي وعمره كعمر النبي عليه الصلاة والسلام 63. ارتجت المدينة بالبكاء، بكى الناس، بكت النساء، بكى الرجال، بكى الصبيان. أسرع علي على باب أبي بكر يبكي،
فجلس عند بابه وهو يرثيه: رحمك الله يا أبا بكر، رثاء طويل. قاله أبو بكر والناس يسمعون: لقد كنت صاحب النبي، كنت أشجع الناس، صاحبه في الهجرة كنت وكنت. وأخذ يثني على أبي بكر، وعلي يبكي رضي الله عنه. ثم دخل عليه وهو مغطى وأبو بكر مغطى، فقال علي رضي الله عنه: قال والله ما أحد لقي الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى، أحب إلي من هذا المسجى. غسل أبو بكر وكف، فصلى عليه عمر صاحبه، وأنزل في قبره، ونزل معه عمر وعثمان وطلحة، كلهم مبشرون بالجنة، ونزل معهم ابنه عبد الرحمن. ودفن الصديق، دفن الأتقى، دفن صاحب النبي عند النبي عليه الصلاة والسلام، ليلحق برفيقه. كما قيل: صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة، والنبي اثنان، أعني أبي بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أثنى الله عليه في القرآن، جعله النبي خليفته، وأمر الناس أن يصلوا وراءه، يأبى الله والمؤمنون والمسلمون إلا أبا بكر، لا يرضى الناس بعد النبي إلا بأبي بكر الصديق. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بعد أبي بكر، فهو أول هذه الأمة دخولا الجنة، إنه أبو بكر الصديق. أسأل الله أن يجمعنا وإياه في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين. معنى عظيم من العظماء الذي فرت منه الشياطين، الذي كان إسلامه فتحا وهجرته عزا للإسلام والمسلمين، إنه عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى، إلى أن يصل نسبه إلى كعب بن لؤي ابن غالب القرشي العدوي. إذن هو يجتمع مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في جد من أجداده، وهو كعب ابن لؤي، لقب بأبي حفص وهو الفاروق رضي الله عنه، فرق الله به بين الحق والباطل. ولد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام 13 سنة، له 13 من الولد من الذكور والإناث. كان في الجاهلية شجاعا قويا، تحمل المسؤولية وهو صغير، بل كان رضي الله عنه يرعى الغنم، وكان يحب الرياضات كالمصارعة وركوب الخيل، وكان يكثر من الشعر ويحب التاريخ، وكان يعمل بالتجارة رضي الله عنه. حكيما بليغا حصيفا قويا، بل اختارته قريش قبل الإسلام ليكون سفيرا لها، وما تختار قريش سفيرا لها إلا إذا كان رجلا ذو فراسة وبلاغة وفصاحة. إنه عمر ابن الخطاب أشهر من أن يذكر في محاضرة أو كلمات نقولها. لقد تأثر رضي الله عنه، وهو الذي كان يمنع الناس ويتعجب من دخولهم الإسلام، يتعجب لما يبدلون دينهم، وربما عذب بعضهم لما تدخلون هذا الدين، ولكنه تأثر كيف تخرج النساء من مكة إلى بلاد أخرى هكذا، يتركون أوطانهم، يتركون مساكنهم. يوم من الأيام عمر رضي الله عنه سأل أم عبد الله بنت حنتمة، قال لها: يعني لما الانطلاق يا أم عبد الله؟ هي الهجرة؟ قالت: نعم. قال: لما؟ قال: والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا قهرتمونا، نخرج حتى يجعل الله لنا فرجا. قال لها عمر الشديد، عمر القاسي على المؤمنين، تعرفون ماذا قال لها؟ قال لها: صحبكم الله يا أم عبد الله، صحبكم الله يا أم عبد الله. كان النبي يدعو له يقول: اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل ابن هشام أو بعمر بن الخطاب. قالوا له: يا عمر سمعت بالخبر؟ قال: ما الخبر؟ قالوا: أختك وزوجها صبأ، أسرع إلى البيت، دخل عندهما، الخبر صحيح؟
قالت أخته نعم، ضربها وضرب زوجها وأثخن فيهما الضرب. فلما منعته أخته قالت ويحك يا عمر، ماذا تصنع؟ لما تفعل هذا؟ فنظر إليها تقرأ من لوح قبل أن يدخل عليها. قال ما هذا اللوح؟ قالت لن تمسه. قال أعطني إياه. قالت لن تمسه يا عمر. قال لما؟ قالت إنك مشرك وأنت نجس، اغتسل وأعطيك إياه. فاغتسل عمر فأخذ اللوح ليقرأ فيه طه، رق قلبه، وإذا الباب بدأ يفتح، وإذا الهداية بدأت تدخل. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، حتى وصل إلى قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فعظمت في صدره هذه الآية، وقال عمر: من هذا فرت قريش، أي من قوله الله لا إله إلا هو. ثم أكمل حتى وصل إلى قوله جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ثم قال عمر: ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره، دلوني على محمد، دلوني على محمد. خرج من بيت أخته يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه وقع في حيرة من أمره، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ والهداية دخلت قلب عمر. الله أكبر، أراد الله أن يعز هذا الدين. الله أكبر، يوم أن أراد الله أن يعز العباد المستضعفين. في الطريق رأى رجلا من الصحابة فقال له: يا عمر، أسمعت ما يقول النبي؟ قال: ما يقول رسولكم؟ قال: يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، وذكرك وذكر أبا جهل. قال: أين هو؟ فدله على مكان النبي عليه الصلاة والسلام. طرق الباب، قال: يا رسول الله إنه عمر. قال: حمزة، وحمزة أسلم قبل عمر بأيام. قال: لا عليك يا رسول الله، فإن أراد خيرا أعطيناه، وإن أراد شرا كفيناه بسيوفنا. ففتح الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم مسكه من تلابيب ثيابه، قال: يا عمر، أما أنا لك أن تدخل في هذا الدين أو لتصيبنك قارعة؟ فقال عمر: يا رسول الله جئتك أؤمن بالله وبرسوله وما جئت به من عند الله. قال النبي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فكبر أهل الدار وكبر المسلمون، وبدأت العزة لهذا الدين، وبدأ الصحابة يصلون عند البيت الحرام، وبدأوا يطوفون حوله، بدأ كل منهم يظهر إسلامه. لما؟ لأن عمر دخل في الإسلام. من المؤمنين رجال، جاء الرجال ودخلوا في هذا الدين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بعض الصحابة لا زال يكتم إيمانه. جاء عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: ألسنا على الحق إن متنا وإن حينا؟ قال: نعم. قال: لمن نختفي يا رسول الله؟ قال: يا عمر، لم يؤذن لنا بعد. عمر ما رضي أن يكتم إيمانه، فلما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام قام وصلى عند الكعبة متحديا، وجاء الصحابة يصلون عنده، وصلى المسلمون. عمر لم يكتفي بهذا، قال: إن أبو جهل؟ قالوا: في داره. ذهب الآن يريد عمر أن يعلن لأهل مكة كلهم أنه دخل في الإسلام، من كان عنده شيء فليفعل. طرق الباب على أبي جهل، خرج أبو جهل فتح الباب. أبو جهل الآن لا يعرف ما الذي حصل. قال له: من؟ قال: ابن الخطاب. قال عمر رضي الله عنه: يا أبا جهل، أما علمت أني قد صبوت؟ قال أبو جهل: لا تفعل. قلت: نعم. قال أبو جهل: بل لا تفعل، يعني مستحيل، كل الناس يؤمنون إلا أنت. قال: بل قد فعلت يا عدو الله. دخل أبو جهل وأغلق الباب على نفسه خائفا. ذهب عمر إلى باب آخر، طرق الباب بابا تلو باب، لم يكتفي عمر بهذا، ما رضي. قال: أعلموني عن رجل يخبر خبري في مكة كلها. قالوا: عندك جميل بن معمر الجمحي، رجل، هذا رجل معروف أنه ينقل كل أخبار مكة،
وكالة أنباء، أي خبر تعطيه إياه ينقله مثل الإشاعة في كل مكان. فناداه عمر فقال له: يا جميل، أما سمعت بالخبر؟ قال: ما الخبر؟ قال: قد أسلمت. فركض جميل بن معمر: يا أيها الناس، يا أيها الناس! تجمع الناس على جميل عنده الأخبار: أما علمتم بالخبر؟ قالوا: ماذا يا جميل؟ قال: صبأ عمر، صبأ عمر بن الخطاب. قال عمر وكان وراءه: كذبت يا عدو الله، بل قل أسلم عمر بن الخطاب. أسلم. فقال جميل: أسلم عمر بن الخطاب. فبدأ الناس يجتمعون على عمر وبدأوا يضربونه. أول من قام يضربه عتبة، عتبة الخبيث عدو الله ورسوله، بدأ يضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى قام عمر عليه فبرك على صدره وأخذ يضربه حتى وضع أصبعيه في عينيه. فقام الناس وهاج الناس وبدأ يضربون عمر، يقولون: فإذا بعمر يدفع هذا ويضرب هذا. عمر قوي الجسم، عمر شجاع، عمر بطل لا يستطيع أحد مقاومته، حتى علت الشمس وارتفع النهار وعمر يدفع الناس. فقال لهم: يا معشر قريش، يا معشر قريش، والله لو كنا فيها، أي في مكة، 300 ما تركناها لكم، أي لطردناكم جميعا من مكة. إنه عمر. بدأ الناس يطوفون حول الكعبة، بدأ المسلمون يصلون حولها، لأن عمر دخل في الإسلام. أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان. هجرته رضي الله عنه ليست كهجرة الناس، الناس هاجروا خفية، الناس هاجروا سرا، الناس هاجروا هاربين، إلا عمر رضي الله عنه لما قرر أن يهاجر إلى المدينة مع أوائل الذين هاجروا، جاء إلى معشر قريش وجاء إلى نواديهم ومنتدياتهم وحلقهم، وكانوا جلوسا حلقا عند الكعبة، فمر عليهم حلقة حلقة. شوفوا ايش يقول عمر، عمر الآن يريد أن يتحداهم. أول ما وقف عندهم قال: شاهت الوجوه. أول شيء يدعو عليهم: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. من أراد أن تذكله أمه ويوتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، يعني يتبعني، ترى أنا الآن مهاجر. فما تجرأ أحد أن يتبع عمر إلا بعض المستضعفين من المؤمنين. خرجوا معه ليهاجروا برفقة أمير المؤمنين عمر أبي حفص الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. عمر له حوادث عجيبة، هذا الرجل كثيرا ما كان يتكلم بكلام، فينزل القرآن يصدق عمر رضي الله عنه. إنه عمر صفحة مشرقة في تاريخ هذه الأمة، إنها نور يتلألأ، إنها تاريخنا الأغر. نحتاج في هذا الزمن إلى أمثال هذا الرجل. عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر، عمر الفاروق فرت منه شياطين الجن وشياطين الإنس، سد منيع في أبواب الفتن التي ماجت في هذه الأمة، سد هذه الفتن إنه عمر رضي الله عنه. وموته كان فتحا لباب الفتن، كان يقول في آخر حياته: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. لما علم أن حياته قد اقتربت على نهايتها كان يمكث في المدينة يريد أن يموت فيها في بلد النبي عليه الصلاة والسلام. رأى رؤيا أن ديكا نقره نقرتين، ففسر له بأنه يقتلك رجل من العجم. حذيفة يأتي إلى عمر بن الخطاب فيقول له: عمر، يا حذيفة، أسماني رسول الله من المنافقين؟ يقول: لا والله يا عمر، يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من النفاق. يقول: لو أن مناديا نادى من السماء: يا أهل الدنيا كلكم في الجنة إلا واحد. يقول عمر: لخفت أن أكون هو، لخفت أن أكون هو. يدعون ربهم خوفا وطمعا. عمر رضي الله عنه يأتيه حذيفة، يسأله عمر عن الفتن، فيقول حذيفة: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها باب مغلق. صلى الفجر بالناس، وكان أحيانا يصلي بسورة يوسف وأحيانا بالنحل، فدخل رجل مجوسي أبو لؤلؤة يخترق الصفوف، فطعنه بسكين ذي طرفين. ليبدأ رحيل هذا الجبل، ليبدأ خروج وأفول نجم من نجوم الإسلام، طعنه وهرب.
هرب العلج فتبعه الرجال فطعن 13 من الصحابة، مات منهم 7 في ذلك اليوم. حمل وأدخل البيت، وكلما فاق عمر والجرح ينزف قال: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فقام وتوضأ وصلى وجرحه يثعب دما رضي الله عنه، ثم استلقى على الفراش والجرح يثعب دما. دخل عليه ابن عباس قال: أبشر يا أمير المؤمنين، ما من عين تطرف إلا ويبكون عليك. قال: غر بهذا غير يا ابن عباس، غر بهذا غير يا ابن عباس. دخل علي وأثنى عليه رضي الله عنه، ثم قال، نادى ابنه قال: يا بني اذهب إلى عائشة وسلم عليها وقل لها، قل لها إن عمر يسلم عليك. فلم يعد أميرا للمؤمنين، يسلم عليك ويستأذنك أن يدفن عند صاحبيه. يقول: فذهبت إلى عائشة فوجدتها تبكي، تبكي على عمر رضي الله عنه، فاستأذنتها وأخبرتها. قالت: والله كنت أدخر هذا المكان لي، لكن بعد أن طلبه عمر والله لأثرنه لعمر. تؤثر المكان عند أبيها وعند زوجها عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب. وجاءت الساعات الأخيرة واللحظات الأخيرة، يدخل عليه الناس يعودونه، يسلمون عليه يودعونه. دخل عليه شاب فلما أراد أن يخرج وثوبه طويل، قال: يا ابن أخي تعال. قال: ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ثم بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، فقال لابنه عبد الله: يا بني ضع خدي على الأرض. يقول: لم أرد عليه، ظننت أنه في السكرات لا يعني ماذا يقول. قال: يا بني ضع خدي على الأرض. يقول: ما أدري، يعني ما التفت إليه. فقال لي في الثالثة: يا بني ضع خدي على الأرض. يقول: فوضعت خده على الأرض فسالت دموعه، فقال: ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي. ثم لفظ الشهادتين وخرج هذا البطل من هذه الدنيا لتبدأ صفحة أخرى. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب. بكى الناس، بكت المدينة، دمعت الأعين، خيم عليهم الحزن. بطل من أبطال هذه الأمة رحل، بدأت الفتن تموج في هذه الأمة موج البحر منذ مقتل عمر إلى هذه الأيام، فقد كان رضي الله عنه سدا منيعا، إسلامه عزا وهجرته فتحا وحكمه عدلا. إنه أبو حفص الفاروق، جمعنا الله وإياكم به تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رضي الله عن عمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا الليلة حديث خاص عن رجل خاص، أما عثمان فتفرد له فصول. إن تكلمت عن الحياء فهو عثمان، وإن تكلمت عن التواضع فهو عثمان، وإن تكلمت عن الجود والسخاء والبذل والعطاء فهو عثمان، وإن تكلمت عن بكاء الليل وقيام الليل فهو عثمان، وإن تكلمت عن التضحية لهذا الدين فهو عثمان. سئل الإمام علي عن عثمان بن عفان، قال: ذلك رجل يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. تسألوني عن من؟ عن رجل يسمى في السماء ذا النورين تسألون الإمام علي عنه؟ إنه عثمان. ولد بعد النبي بست سنين، فهو أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بست سنين. كان رجلا ربعة، لا طويل ولا قصير، رقيق البشرة، عظيم اللحية، بعيد ما بين المنكبين. رجل قبل الإسلام في الجاهلية محبوب في قريش، كل الناس تحبه. تعرف لماذا؟ لأنه ثري ومتواضع، وقلما تجد ثريا متواضعا، قليل. فأغلب الأثرياء يتكبرون ويتغطرسون ويرون أن لهم فضلا على الناس إلا عثمان، فهو الثري بماله لكنه الفقير بتواضعه.
أحبه الناس جميعا. هذا الرجل لم يسجد لصنم في جاهلية قبل الإسلام، ما سجد لصنم، بل كان أبعد الناس عن الفواحش وكان يستنكرها قبل الإسلام. كيف يأتي الناس الزنا وكيف يشربون الخمر وكيف يفعلون الفواحش قبل الإسلام؟ هذا الرجل إنه عثمان بن عفان، أراد أن يتزوج ابنة لأحد، بل لأفضل الناس في قريش. ابنة من؟ ابنة النبي، كان يريد الزواج منها، ابنة النبي رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتمنى الزواج منها لكنه لم يستطع. زوجها النبي من؟ ابن عمها عتبة ابن أبي لهب. تزوجت رقية بنت النبي فحزن عثمان وضاق صدره وكثر عليه الهم. ومرت الأيام حتى جلس يوم من الأيام، هذا قبل إسلامه، جلس يوم من الأيام في بيته فجاءتهم خالته. خالته كانت امرأة عاقلة، سعدة بنت كريز، وعثمان معروف بعقله ورجاحة عقله في الناس، عنده خالة عاقلة مثله. فجاءته فسألته: ما بالك مهموم يا عثمان؟ فأخبرها كان يتمنى الزواج من رقية لكن لم يستطع. فقالت له: أو أبشرك؟ قال: بما تبشريني؟ قالت: نبي ظهر. قال: ماذا؟ قالت: نبي ظهر يدعو إلى عبادة الله وحده وترك الأصنام. قال: ماذا تقولين؟ يقول: خرجت وأنا أفكر في كلامه، ماذا تقول؟ نبي منا يدعو إلى عبادة الله؟ وعثمان كان يتمنى هذا منذ زمن. فلقي من في الطريق؟ لقي أبا بكر، فقال له: يا أبا بكر، أسمعت ما قالت خالتي؟ قال: ماذا قالت؟ قال: تقول أن هناك نبي يدعو إلى عبادة الله ونبذ الأصنام. قال: صدقت خالتك. قال: ماذا تقول أنت؟ قال: يا عثمان، أنا أعرفك، أنت رجل عاقل حازم لا يشتبه عندك الحق والباطل، ألا ترى ما يعبد قومنا؟ قال: ماذا؟ قال: يعبدون حجرا لا يسمع ولا يبصر. هذا من؟ هذا أبو بكر يكلم عثمان في الطريق. قال: يعبدون حجر لا يسمع ولا يبصر، وإن هذا النبي يدعو إلى عبادة الله وحده. قال: من هو؟ قال: إنه محمد عليه الصلاة والسلام. قال: الصادق الأمين؟ قال: نعم، إنه الصادق الأمين. قال: أين هو الآن؟ قال: هو في بيت فلان. قال: خذني. قال عثمان: فذهبت، فدخلت على النبي، انشرح صدره الآن. يقول: دخلت عند النبي، يقول: ما إن امتلأت عيني به وسمعت أذني كلامه إلا انشرح صدري للإسلام. فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. عثمان هداه الله، تعرف لما؟ ليصبح ممول هذا الدين الجديد، ليصبح عمدة هذا الدين بماله وإنفاقه، فالدين يحتاج أمثال عثمان. دخل عثمان الإسلام، وما مرت الأيام إلا وأبو لهب يبدأ بالإيذاء لرسول الله. عم النبي بدأ بالإيذاء، بدأ يحث التراب، بدأت زوجته أم جميل بخبثها تفعل مثل فعله، حتى أنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لن يستفيد من ماله، سيصلى نارا ذات لهب. فهددت أم جميل النبي، فقال الله جل وعلا: وامرأته حمالة الحطب. مثله: في جيدها حبل من مسد. ذهب أبو لهب إلى ابنه عتبة فقال: يا عتبة، طلق رقيح، يريد أن يؤذي النبي بابنته. قال: ماذا يا أبي؟ لما يا أبي؟ قال: لا تستحق أن تكون زوجة لك، طلقها يا بني. فطلقها عتبة، ورجعت رقية مطلقة إلى بيت أبيها. ففرح في ذلك اليوم من؟
عثمان بن عفان إنه يوم يصاهر من؟ الصادق الأمين. يصاهر من؟ نبي الأمة الذي حبه تعلق بقلبه، كان يريدها من قبل الإسلام، فلما أسلم ازداد شوقه لها. ما مرت الأيام إلا خطبها، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يزوجه فريدة كبده، يعطيه رقية، فصار صهر النبي عليه الصلاة والسلام. أعطاه النور الأول، هذا النور الأول، فصار عثمان ذو النور، هذا النور الأول، وصار زوجا لها. فعذب عثمان المحبوب، المحبوب في مكة يعذب، حتى تضايق عثمان، لم يستطع أن يتعبد ربه ولا أن يذكر ربه. استأذن الرسول أن يخرج، أن يهاجر من مكة. ولم يا عثمان؟ يريد أن يسيح في الأرض يتعبد الله عز وجل. وكأن الله أشار إليهم بهذا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. كأن الله أشار للصحابة، ما الذي يمنعكم عن الهجرة؟ هاجروا. من تضايق في العبادة ليخرج. خرج أبو بكر، خرج كثير من الصحابة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تاجر ضحى بتجارته، ضحى بسوقه، ضحى بزبائنه، ضحى بقوافل التجارة كلها، لأجل ماذا؟ أن يهاجر لله. فهاجر الهجرة الأولى مع رقية الحبشة، وأخذ يتعبد ربه سنين. ثم لما اشتاق إلى النبي، اشتاقت ابنته لأبيها، رجع مرة أخرى، وظل يصابر في مكة، يتحمل العذاب ويتحمل الكلام ويصطبر مع الناس، حتى أذن لهم بالهجرة فهاجر إلى المدينة. ما مرت سنة وسنتين في المدينة إلا أصيبت رقية بالمرض، بنت النبي، بمرض شديد. وجاء وقت معركة بدر، فقال عثمان: يا رسول الله، أريد الخروج معك في الجهاد. فقال له النبي: بل امكث، اجلس يا عثمان. يجلس مع من؟ قال: مرض رقية، رقية بحاجة إليك. ولم يكن النفير عام، من شاء يخرج يخرج، ومن شاء يجلس يجلس في بدر، لم يكن النفير عاما. فاستخلفه النبي على رقية. فلما عاد النبي من بدر، رأى أن رقية قد اشتد مرضها فماتت رضي الله عنها. كم حزن عثمان، كم دمعت عيناه. المصيبة مصيبتان، المصيبة الأولى موت حبيبته، المصيبة الثانية انقطاع مصاهرته مع النبي. يا لها من مصيبة، لكنه صابر. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما مرت الأيام إلا واساه النبي، قال: يا عثمان، تريد الزواج؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أزوجك بنتي الثانية. فزوجه أم كلثوم، فسمي منذ ذلك اليوم بذي النورين. أعطاه النبي نورين، رقية وأم كلثوم. أسألكم بالله، هل سمعتم في الأخبار وقرأتم في القصص وسمعتم في الآثار أن نبيا زوج ابنتيه لرجل؟ أي نبي؟ بل ليس أي نبي، إنه خير الأنبياء والمرسلين. زوج ابنتيه لعثمان، ثم ماتت أم كلثوم بعد سنين. قال النبي: والله لو كانت عندي بنت ثالثة لو زوجتها عثمان. أي ثقة هذه، وأي حب هذا. رقية لما زفت إلى عثمان في مكة، لما زفت إلى عثمان، يقولون رقية كانت جميلة بنت النبي، وكان عثمان أيضا جميلا، كان بهي الطلعة،
حتى كان يقولون لهما في الزفاف من جمالها وجماله كانوا يشعرون: أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. أحسن زوجين من جمالهما ومن أخلاقهما. النبي يأتي لرقية في ليلة العرس يقول لها: يا رقية يا رقية أحسني إلى أبي عبد الله، إلى عثمان، أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أقرب الناس من أصحابي بي خلقا، أقربهم خلقا بي. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ماذا أقول وماذا أدع في صفحة الإمام علي؟ فهو كتاب زاخر، وهو تاريخ مشرق، هو نور. لو قرأت بعض سيرته لتعجبت. يكفيه فخرا أنه تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عينيه قبل الإسلام وبعد الإسلام. منذ أن كانت في السادسة من العمر تربى مع النبي، يأكل معه، يقوم معه، ينام بالقرب منه، يخرج معه، يدخل معه. إنه من؟ إنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، إنه الإمام، إنه الجبل، إنه أبو الحسن، وكفى به فخرا. أول صبي دخل في الإسلام، بل قيل هو أول الرجال والصبيان، في هذا خلاف. علي بن أبي طالب بلا تردد دخل في هذا الدين، فلم يكن قبل الإسلام في شهوة وما استمع إلى ما يستمع إليه الصبيان من المزامير وما يلهو به الرجال من الخمور وما يجلسون فيه من مجالس الحرام واللغو والباطل. علي ما مر بمثل هذا، تربى على يد النبي. لما دخل في الإسلام كان يخرج سرا مع النبي إلى شعاب مكة ليصليان، النبي مع علي يصليان في شعاب مكة مستخفيين. في مرة من المرات اكتشف الأمر من؟ أبو علي، عم النبي أبو طالب، اكتشف الأمر فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إن أهل قريش أمروني أن أمنعك عن سب آلهتهم، فما الذي تفعل؟ فنصح النبي أبا طالب أن يدخل الإسلام، فقال أبو طالب: لا أستطيع، لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وأجدادي وما كانوا عليه، ما أقدر، أنا على هذا الدين، دين الآباء، دين الأجداد. ثم قال أبو طالب: ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه يا محمد، فعل ما أنت فاعل فلن يمسوك بسوء ولا أذى. ثم سأل ابنه: ما الذي تفعل يا بني؟ قال: أنا أصلي. يسأل من علي وعمره العاشرة، في العاشرة من العمر يصلي. قال: أنا أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والله لن أدع ما يفعل رسول الله. فقال له أبوه، قال: يا بني، أما إنه، يعني النبي، أما إنه لم يدعك إلا إلى خير، فالزمه يا بني، فالزمه يا بني. ظل علي بن أبي طالب بين عبادة وتقوى وورع، بل هو الزهد بعينه. وقل ما تجد إنسانا يجمع بين هذا، بين زهد في الدنيا وبين عبادة وبين علم وبين جهاد وبين ورع وبين قضاء وبين حكم بالعدل. هذا هو الإمام علي، ظل شبابه كله في عبادة وتقوى وورع وزهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بعد أن توفي أبوه، قال: اذهب فادفن أباك وواره التراب. فلما دفنه رجع، قال: اغتسل، فاغتسل فرجع. يقول: فدعا لي بدعوات، الله أعلم ما هي هذه الدعوات، قال: دعا لي بدعوات ما أحب أن لي بها حمر النعم وسودها، لو أعطى بهذه الدعوات الدنيا بأجمعها لأقبل. ما الذي دعا له بها؟ الله أعلم. لا زال يذكرها الإمام علي إلى آخر حياته. دعوات النبي يدعو لهذا الغلام، يدعو لهذا الصبي،
يوم من الأيام يقول علي لأصحابه: قال والله إنه لعهد أهده النبي إلي، أهده النبي إلي. تعرف ما هذا العهد؟ احفظ هذا العهد وبلغه للبشر وأخبرهم أننا نؤمن بهذا. قال إنه لعهد عهده النبي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لا يبغض عليا إلا منافق ولا يحب عليا إلا أهل الإيمان إلا أهل التقوى. تعرف لما؟ لأنه علي. من؟ ابن عمه رسول الله، أخوه بعد الهجرة، صهره. من عمه؟ سيد الشهداء. من ابن عمه؟ جعفر الطيار. من زوجته؟ سيدة النساء الزهراء. من ولداه؟ سبطة رسول الله، سيدا شباب أهل الجنة. رأيت رجلا له الفضائل مثل فضائل علي؟ اسمع ماذا يقول عن نفسه ويقال عنه على لسان حاله: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن عمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. هل رأيت رجل له مثل هذه المزايا؟ إنه الإمام، إنه الجبل، إنه الشجاع، إنه البطل، إنه أبو الحسن. أرسل بعد أن تولى الخلافة بنوا له بيتا جميلا. هو الخليفة، هو الأمير، هو الحاكم، أعظم دولة في ذلك الزمان. بنوا له قصرا، بيتا فخما. قال: ما هذا؟ قالوا: قصرك يا أمير المؤمنين. قال: قصر ماذا؟ قالوا: قصر الإمارة. قصر الإمارة؟ قال: والله بيت الخبال هذا لا أسكنه. وذهب إلى بيته القديم. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. ثيابه، تعرف كم كان سعرها؟ كم كان ثمنها؟ يلبس جلباب ثمنه 3 دراهم. هذا الثمن يلبسه فقراء المسلمين، بل عامة المسلمين يلبسون أغلى من هذا، لكنه الخليفة وثمن جلبابه 3 دراهم. يركب حمارا، يعني حتى ما يركب الفرس، ما يركب غيره. شوف ماذا يركب وماذا يلبس. فعاتبه الصحابة، أصحابه عاتبوه: يا أمير المؤمنين، أي لباس هذا وأي مركب هذا؟ تعرف ماذا قال؟ قال: دعوني، اتركوني. قالوا: لما؟ قال: أهلنا الدنيا، اتركوني يمينها. يوم من الأيام ذهب إلى السوق يبيع سيفه، عند سيف يبيعه، وقال: والله كم فلقت به عام المشركين ورددت به عن رسول الله، ويبيعه في السوق. قال: لما تبيعه يا أمير المؤمنين وهو الأمير؟ قال: والله لو عندي ثمن إزار أشتري إزارا، بل يثيابه. يقول: والله ما بعت سيفي، ما عند ثمن يشتري به إزارا، يبيع سيفه لأجل إزار. ماذا يقول اليوم عامة المسلمين قبل خاصتهم؟ ماذا يقولون؟ كم من ثوب نحفظه ربما لا نلبسه، نبحث عن غالي الثمن وإن كان نفس الجودة، نبحث عن المظاهر، أليس كذلك؟ نبحث عن كلام الناس وعن الفخر والخيلاء. وعلي ما عنده إزار، ما عنده إزار، ما عنده ثمن إزار، وأنت الأمير، أمير المؤمنين. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله في الإمام علي، يقول: علي ما زانته الخلافة، ما تشرف بالخلافة يعني، بل الخلافة هي التي زانت بعلي، هي التي تشرفت بالإمام علي. شوف عمر الذي نضرب المثل بزهده وبتقواه وورعه، هذا الزاهد الذي ابنه يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز اشتهى عنبا فقال لزوجته: عندك درهم؟ قالت: ما عندي. لما؟ قال: اشتهيت عنبا. فحزنت زوجته، قالت: ما عندك؟ قال: والله ما عندي درهم أمير المؤمنين. قالت: لما تصنع هذا؟ أنت أمير المؤمنين، ما عندك درهم تشتري عنب؟ قال: هذا أهون علي من معالجة الأغلال يوم القيامة.
هذا عمر بن عبد العزيز تعرف ماذا يقول؟ يقول أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب. قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كان عادلا لا يرضى بالظلم في حكمه أبدا. يوم من الأيام قام في الناس خطيبا، الناس عندهم خدم، عندهم رعية، عندهم أولاد، عندهم حلال، عندهم أشياء يرعونها، فقام علي بينهم خطيبا فقال: أيها الرعاء، إن لرعيتكم حقوقا، الحكم بالعدل والقسم بالسوية. وكان علي إذا جاع أشبع نفسه بتمرة. هذا الإمام علي يوم من الأيام افتقد درعه، سرقت درعه، الإمام سرقت درعه، بحث عنها ما وجدها، ليست في البيت، من أخذها لا يدري، بحث فوجد يهوديا يمشي وعنده الدرع، يعرف درعه سنوات معه، فنظر قال: يا يهودي هذه درعي، يا فلان هذه درعي. أمير المؤمنين يختلف مع أحد الرعية: ومن؟ يهودي. قال: هذه درعي. قال: لا، بل درعي يا أمير المؤمنين. قال: علي: والله درعي. قال اليهودي: بل درعي يا أمير المؤمنين. قالوا: نختلف، نذهب إلى من؟ إلى القاضي. ذهب أمير المؤمنين مع اليهودي يشتكيان عند القاضي. قصة عجيبة ليست كذلك؟ لا يزعمون أننا متحضرون، لا لا، هذه الحضارة، اسمع الحضارة. علي بن أبي طالب الذي قتل مرحب اليهودي الآن يختلف مع يهودي نفسه، هو نفسه الرجل، لكن فرق بين حالة حرب وحالة سلم، فرق بين مقاتل وغير مقاتل. شوف علي العادل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، عدل وأقرب للتقوى. جاء إلى القاضي، قال القاضي: الدرع الآن عند اليهودي، ماسك الدرع. قال: درع من؟ قال: اليهودي، هذه درعي يا قاضي. قال: يا علي ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه درعي يا قاضي. قال: عندك بينة يا إمام؟ عندك دليل؟ البينة على المدعي. قال: والله ما عندي بينة، الأمير ما عنده بينة. فقال القاضي: إذن الحكم أن الدرع لليهودي. فقام الإمام علي من مجلسه ليفارق المجلس، خلاص الحكم انتهى. فنظر اليهودي: ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ هل هذه حقيقة أم خيال؟ أنا نائم مستيقظ، قام الأمير والقاضي حكم والدرع بقيت وعلي يمشي. فناداه اليهودي: يا أمير المؤمنين ارجع ارجع ارجع. رجع الأمير، فاعترف اليهودي، قال: والله إن الدرع درع أمير المؤمنين، وهذه الأخلاق ما تعلمتوها من بشر، علمكم إياها رب البشر، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الإمام علي: إذن تبقى الدرع عندك يا أخي، تبقى الدرع عندك، هدية من الإمام علي. ولا يجرمنكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. في شهر رمضان دخل عبد الرحمن الملجم الكوفة، وكان الإمام علي في الكوفة. انظروا ما الذي حصل، كان عنده خطة أن يقتل الإمام علي، وكان عنده سيف سممها أيام طويلة. رأى في الكوفة امرأة اسمها قطام ابنة الشجنة، هذه امرأة جميلة فاتنة، وهي من الخوارج أيضا، وانتشر الخوارج في كل مكان. جاء إليها عبد الرحمن بن ملجم ليتقدم للزواج منها، أعجب بها. الآن هو رايح يذبح الإمام علي، يقتل الإمام علي، لكن في الطريق أراد أن يتزوج هذه المرأة. هذه المرأة قتل أبوها وأخوها على يد الإمام علي، من الخوارج أبوها وأخوها، وفي قلبها حقد على الإمام علي. فجلس مع عبد الرحمن، تجمع فاسق وفاسقا، مجرم ومجرمة. قالت له: مهري كذا وكذا من الدنانير والدراهم، ولما انتهت قال: وأن تقتل علي بن أبي طالب. انظر المرأة الخبيثة، قال: لن تتزوجني حتى تقتل علي بن أبي طالب. فقال لها، قال: والله ما جئت إلا لهذا. أمر سر لك الآن، كشف السر.
قال ولكن تريدين أن أقتل عليا، إذن لا تريدين، يعني إما أن أقتل قبل قتله أو بعد قتله، يعني ما تريدين. فقالت له إما أن تقتله، فإن قتلت، شوف المرأة إيش تقول له، فإن قتلت فما عند الله خير وأبقى من الدنيا. شوف الحماقة، كما قال النبي يقرؤون القرآن لكن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميح. والإمام علي ليس عنده حرس ولا جنود، وليس عنده جيش يحميه، هو في حمى الله عز وجل، يحرسه الأجل كما قال. أعطته مساعدا وأخذ مساعدا فصاروا ثلاثة، عبد الرحمن بن ملجم معه اثنان، اتفقا في تلك الليلة يوم الجمعة في الليل، بل ليلة الجمعة في 13 ليلة بقين من شهر رمضان، يعني تقريبا يوم 17 من رمضان، قام الثلاثة في الليل وانتظر علي يخرج من بيته، وكان علي يقيم الليل في بيته، فلما يقترب الفجر يخرج الإمام يوقظ الناس للصلاة، أمير المؤمنين يوقظ الناس لصلاة الفجر. خرج الإمام علي وبدأ يطرق الأبواب، أيها الناس الصلاة، وهذا مترصد، أيها الناس الصلاة، ويوقظ الناس لصلاة الفجر الإمام علي، فيطرق الأبواب وهو قريب من المسجد، أيها الناس الصلاة، واقترب الخارجي، واقترب الخارجي، وعلي متوكل على ربه، حتى وصل إليه فصرخ ابن ملجم، قال الحكم لله لا لك ولأصحابك، ثم رفع السيف وضرب بها الإمام علي على وجهه، فسال الدم على لحيته كما أخبر بذلك النبي، وكما قال أشقى الناس من يضربك يا علي. سقط الإمام، هاج الناس، ركضوا خلف ابن ملجم، مسكوه، حملوا علي بن أبي طالب إلى بيته، وظل يومان قبل أن يموت. جاء بعبد الرحمن بن ملجم إلى علي بن أبي طالب، فرأى الناس، علي يرى الناس غاضبين على هذا الرجل، فقال لأبنائه، قال يا بني، أولا قبلها قال من أنت؟ قال أنا عبد الرحمن بن ملجم. قال أهو أنت؟ قال نعم أنا. قال طالما أحسنت إليك، كان لعلي فضل على هذا الرجل. ثم قال لأبنائه يا بني تعالوا، جاء الحسن والحسين، قال الله الله بهذا الرجل، أحسن نزله وأكرم مثواه، فإن عش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، ما لكم شغل، قد أعفو عنه وقد أقتص، أنا الذي أفعل، أما أنتم أكرموا مثواه. قال وإن أمت، إن مت فألحقوه لي قصاصا نفس بالنفس. ثم قال أخاصمه عند رب العالمين، وإياكم وإياكم أن تقتلوا بي سواه، واحد تقتلون لا تقتلوا غيره، فإن الله عز وجل لا يحب المعتدين. مر يومان، وفي يوم الأحد، ليلة الأحد من رمضان سنة 40 للهجرة، خرجت نفس طاهرة من جسدها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بكت النساء، بكى الرجال، بكى الصبيان، خيم الحزن، غسل علي بن أبي طالب ابناه حسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وصلى عليه ابنه الكبير الحسن، صلى على الإمام علي، ثم قام الحسن خطيبا في الناس فقال أيها الناس، أيها الناس، قد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون. أبوه يتكلم يرثي أباه، قال لقد كان رسول الله يبعث البعث فيعطيه الراية، يعطي الإمام علي، قال فما يرجع حتى يفتح الله عليه، جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ما ترك بيضاء ولا صفراء، لا ترك ذهب ولا فضة، ما ورث أهله منه شيئا. قال 700 درهم كان يدخرها ليشتري بها خادما، ما عنده خادمة، لأن النبي أوصاه هو وفاطمة بالتكبير 34 والحمد 33 وتسبيح 33، قال خير لكم من خادم وخادمة،
وعلي لم يتركها أبدا طوال حياته. رحل الإمام علي، رحل عظيم من العظماء، غادر هذه الدنيا، لكن هذه الأمة لا تزال تنجب العظماء، ولا تزال تبقي الأخيار، ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. بهذا نكون قد اتممنا الأربعة الخلفاء أعظم هذه الأمة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء الأربعة العظماء أتممنا سيرتهم، ولازال في الأمة عظماء. نتواصل وإياكم إن شاء الله في حلقات وفي دروس مقبلة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على قوم الكافرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.